السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم جميعا. والنهاردة هنتكلم عن العسل والتمر والخبز لمريض السكر، وأيهما أفضل، ناكل تمر ولا عسل ولا خبز ولا لأ ولا ما ناكلش، وهل ده بيرفع السكر ولا لأ. طبعا كل الناس confusing، يعني مختلفين ومش قادرين يعرفوا نعمل ايه. طبعا لما بنيجي نتكلم في حاجات بتبدو للناس انها طبعا حاجات عظيمة وفوائدها كبيرة جدا، تمر مفيد جدا للجسم، والعسل برضو مفيد جدا، والخبز الناس متخيلة انها ما تقدرش تعيش من غيره، بس احنا بنتكلم عن مين؟ يعني احنا بنتكلم عن مين؟ عن حد بيعمل دايت، ولا عن حد بيعمل عنده مقاومة انسولين، ولا عن حد عنده مرض السكر؟ طيب هل الخبز هيبقى ملائم لو قلنا المريض مثلا عنده حساسية الجلوتين، اللي هو الناس اللي عندها حساسية الجلوتين، ولا مش هيبقى ملائم؟ علشان كده بيعملوا خبز اسمه الفري جلوتين، ما يكونش فيه جلوتين. طيب هل التمر احنا نعرف المكونات بتاعته ايه؟ هل هيصلح لمريض السكر ولا لا؟ طيب قد ايه التمر من الحاجات اللي لازم الناس تعرفها، وكمية الكربوهيدرات اللي فيه، وانا هصورها لكم واعمل لكم لها تصوير وهشرح لكم عليها بالفيديو دلوقتي، والعسل النحل وكمية الكربوهيدرات اللي فيه، وهنتكلم كمان انت المفروض تاكل قد ايه وايه اللي يحصل. لان انا ما فيش مريض، اللي خلاني اعمل لكم حلقة النهاردة، ما فيش مريض بيجي لي عنده سكر الا ما يقول لي انا باكل تمر، خصوصا في دول الخليج. التمر ده اساسي مع القهوة العربي، وبيبقى الناس يقول لك انا باخد 3 تمرات، وفي ناس تقول لك انا باخد 7 تمرات، وفي ناس تقول لك انا باخد 10 تمرات، وفي ناس يقول لك 18 تمرايه في اليوم. طب ما احنا برضو نتكلم بالعقل. انا ما منعتش التمر للناس كلها، انا بتكلم على مريض السكر. لو انت مريض سكر هتاكل ولا لا؟ طيب لو واحد رياضي، خلينا نتكلم على الانسان الطبيعي، تاكل وبس، برضو هتاكل بالمعقول، لان ده سكر وفركتوز وبيتحول في الاخر على الكبد، فما ترهقش الكبد عشان ما يحصلش ليك دهون على الكبد. لكن لو واحد تاني بيبذل مجهود وبيلعب رياضة، يبقى خلاص مفيش مشكلة خالص ان احنا نقول له ان ممكن تاكل تمر، ممكن تاكل عسل وما عندكش سكر، واحد ما عندوش سمنة. لكن السعرات الحرارية عالية، الكربوهيدرات فيه عالي جدا، وهنشوف دلوقتي في الرسومات اللي احنا هنعملها، والارتفاع السكر كمان بيكون عالي، فيتاخد بحذر. يعني ما هو يقول لك اصل انا باكل 3 تمرات، باكل 7 تمرات، باكل 10. هنتكلم في الفيديو اللي هوريه لكم دلوقتي وانا برسم لكم على الحاجه نفسها، على السعرات الحراريه بتاعت التمر، عشان تفاجئوا بالموضوع. لان الواحد بيبص لتمريه صغيره، ايه يعني تمريه صغيره ما كل 5 6 ايام؟ مع ده في كمان يعملوه مع العسل والطحينه، وطبعا بيجي السكر مش منتظم، تراكمي عالي، والدواء مش جايب نتيجه. هنوضح النقاط دي كلها، لان لازم نفهم الفرق ما بين التعامل مع مريض سكر والتعامل مع الانسان العادي. لو واحد بيلعب جيم وبيلعب رياضة ماشي، مش هنقول حاجة. واحد بيشتغل عامل في بيصحى الصبح في الشمس يشتغل في الحديد والبنى والحاجات دي، هنقول له ماشي. لكن واحد قاعد في مكتب وما بيبذلش اي مجهود، وعنده سكر وعنده ضغط وعنده امراض الدنيا، او عنده مقاومة انسولين من النوع الفاخر، ونقول له خد الحاجات دي، طبعا مش هينفع. علشان كده هنبدأ دلوقتي نشوف مع بعض ونكمل مع بعض الحلقة، نشوف الفيديو التوضيحي للحاجات اللي اتكلمنا عليها. هنبدأ بالتمر. التمر هنتكلم عن 100 جرام، وطبعا احب يعني انوه هنا على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها 2 أو 3 في صحيح مسلم.
فالعلماء فسروا الموضوع بتفسيرات كتيرة جدا مختلفة، ولكنهم ابتدوا يقولوا طيب ما هو في ناس حكاية الجوع، ما في ناس ما بتاكلش تمر وما فيش جوع وكده، فقالوا ان تفسير الحديث ظاهر الحديث يتساوق مع واقع المسلمين والناس انذاك العصر. يعني في الوقت ده كان الغذاء الرئيسي المعتمد للناس كان اعتمادهم عليه كغذاء رئيسي كفيل بدرء خطر الجوع عنهم، خاصة في جزيرة العرب حيث محدودية أنواع الطعام والشراب مقارنة مع غيرها من البلاد. فالرسول عليه الصلاة والسلام فقال كده، وبرضه كان عشان الاكتفاء الذاتي والقناعة، لأن كان هو ده الأكل اللي موجود في كل بيت، التمر موجود في كل بيت. لكن احنا النهاردة هنتكلم بقى عن السكر ونشوف كده مع بعض الحقائق العلمية التالية. هنشوف هنا، شوف السعرات الحرارية، احنا نتكلم عن 100 جرام، 100 جرام ده يعني حوالي 4 أو 5 تمرات، فهتلاقوا 282. تخيل 282 سعر حراري، ممكن نقول مش عالي قوي، لكن هنشوف التوتال كارب بقى، التوتال كربوهيدرات 75 جرام، والفايبر منه 8 جرام، والسكر 63 جرام. عارفين احنا قلنا قبل كده 1 جرام من الكربوهيدرات بيرفع السكر من 1 إلى 3. ده هيختلف من مريض للتاني، يعني في واحد البنكرياس بتاعه قوي، في واحد البنكرياس بتاعه ضعيف، في واحد عنده سمنة، في واحد مفروض ما ياكلش، فدي طبعا هتختلف من واحد الى التاني. طبعا بقية الحاجات اللي فيه الفيتامين A 0، فيتامين C 0، فيتامين B 6 10%، والمغنيسيوم 10%، يبقى هو في مغنيسيوم وفيتامين بي 6. لكن لو احنا هنقول كمريض سكر، يعني خليكم انتم منطقيين، 75 جرام الناس بقى مش بتاكل 4 حبات زي ما 75 جرام، يعني ده لو احنا ضربنا في 3 شوف السكر هيرتفع قد ايه. طبعا واحد يقول لي ما انا باكل 10 وما بيحصلش حاجه، البنكرياس استجابته بتختلف. طب نفترض مريض بقى سكر نوع اول، السكر هيعلى جدا. وطبعا السكر لما بيجي مع الوقت بيترسب في الكبد ويعمل دهون على الكبد، لانه بيبقى غالبا معظمه فركتوز. فلما احنا بنتكلم، احنا لما زي ما بنوضح كده، احنا مش بنتكلم على واحد سليم، ولا بنتكلم على واحد بيلعب رياضه، ولا بنتكلم على عامل بيشقى طول اليوم وما عندوش سكر، احنا بنتكلم على مريض سكر. الكربوهيدرات بالنسبه له عامل خطوره، فبترفع السكر جدا، هتضطر ان هو يستجيب وياخد علاج ازيد، هيضطر ان هو يبدا يتطور معاه الموضوع الى انه ياخد انسولين في الاخر. فالقصه ان احنا بنقيس عامل الخطوره وعامل النفع، مفيد وخصائص، والخصائص بتاعته ممتازه وما فيش اي مشكله، لكن احنا زي ما بنقول كده الضرر بتاعه ان نسبة السكر عنده عالية جدا. هنا الفات مثلا بتاعته، الدهون اللي موجودة، هنلاقي الساتوريتد فات زيرو، والبولي انساتوريتد فات زيرو، والموني ساتوريتد فات زيرو، والكوليسترول زيرو ميلي جرام. فلما نيجي نبص على الكربوهيدرات هنلاقي 75 جرام، يعني منهم 63 جرام سكر، يعني الكربوهيدرات التوتال كربوهيدرات بتاعه عالي جدا، في السكر فيه عالي جدا. وده اللي انا بقول لكم خلي بالكم في كل حاجه بتشوفوها وبتتابعوها. نتكلم بقى بعد كده على الخبز. ده الخبز البلدي بقى اهو، الخبز البلدي في رغيف واحد وان لوف، ده هنلاقي الكربوهيدرات فيه 56 جرام، يعني المعلقه 7 × 5 × 10 ب70 جرام، يعني 56 جرام. ده على حسب بقى وزن، في ناس بتعمل عيش تقيل يعني. والبروتين 9.5، والفات الدهون بتبقى 4.3، والسعرات الحراريه بتاعته 300. ده الرغيف البلدي المصري 56 جرام، واحنا قلنا الجرام الواحد من الكربوهيدرات بيرفع السكر من 3 لـ5 ميلي جرام سكر، يعني الـ50 ممكن ترفع لنا لغاية 200. فطبعا لو نوع اول هيرفع جامد، فانتوا جرب تقيس السكر قبل ما تاخد الخبز
وبعد ما تاخد الخبز. وما فيش حد يعلق يقول لي طب ما انا جربت ولقيته ما بيعالجش. في واحد قال لي انا باكلت تمر كتير جدا ومعليش، انت بنكرياسك مختلف عن المريض التاني اللي بياخد انسولين واللي بياخد حبوب والسكر بتاعه مش مظبوط. نشوف كده في جوجل كمان، شوفوا هنا ده 256 سعر حراري، ده العيش ال 100 جرام، وهنلاقي هنا الكربوهيدرات 49 جرام. يعني هنا 256 جرام وهنا 100 جرام الوزن بتاعه، وهنلاقي هنا الكربوهيدرات كام؟ 49 جرام، ونسبة الدهون فيه قليلة شوية. فيه كوليسترول مفيش، الصوديوم بتاعه 491 والبوتاسيوم 115. فعشان خاطري يعني انتوا يعني شوفوا انتوا تحسبوها كده هتلاقوا الوضع بالنسبة لها، بالنسبة لتناول الحاجات دي هيرفع السكر قد ايه، وحكموا عقلكم. يعني ده نوع انواع البريد ده طبعا موجود في اللي هو الخبز، يعني في البيتزا، في البنانا بريد بيعملوا خبز من الموز والتوست والمكرونات والحاجات دي كلها زي نفس الفكرة كده. ده بالنسبة لي الخبز. نتكلم بقى عن العسل، العسل النحل وعسل عامة. يعني نبص نلاقي 100 جرام بقى منه سعرات حرارية 304، مفيش دهون، كوليسترول مفيش، صوديوم 4 ملي جرام والبوتاسيوم 52 ملي جرام، في صوديوم وبوتاسيوم كويس. الكربوهيدرات يا جماعة 100 جرام 82 جرام، قولولي بقى ده هيرفع السكر قد ايه. مفيش بقى فيتامين ايه ولا بي ولا سي، هو في كربوهيدرات سكر اهو طازة، صوديوم وبوتاسيوم. وده بالنسبة لي العسل، هل ده يعقل مريض سكر وهو المرض اسمه السكر ياخد حاجة زي كده؟ يعني فالحل ان انا بقول نكون بالمعقول، يعني احنا ده 100 جرام، فاحنا لو خدنا معلقة صغيرة من العسل مش هتبقى فيها مشكلة كبيرة، زي ما يكون بناكل وجبة عسل. ده واحد جاي لي النهاردة عنده سكر يقول لي انا حطيت القشطة على العسل وكلت رغيفين، وطبعا بنحلله السكر لقينا السكر عنده 350 ومع العلاج، فطبعا هيضطر يروح لدكتور فهيقول له زود الجرعة. محدش بيتكلم مع حد في موضوع الاكل والشرب. انتبهوا ايها السادة، انتبهوا ايها السادة، انتبهوا ايها السادة. نكمل زي ما شفنا كده في الفيديو، نرجع ونقول كل شيء بيجي باعتدال. انت اي نوع من الناس دي، مقاومة انسولين ولا مريض سكر ولا سمنة ولا ما عندكش حاجة؟ لو مريض سكر هنقول لك لو سمحت مش كل يوم، وهنقول لك لو سمحت كمية قليلة، تمرية واحدة في اليوم، معلقة سكر عسل يوم بعد يوم، خبز ربع رغيف ويفضل خبز النخالة. وفي الحالة دي هنقول لك ان الدنيا هتمشي مظبوطة وتعتدل. ارجو ان تكون الحلقة مفيدة ليكم، وانا بشكركم وتحياتي لحضراتكم جميعا.